هذه قصة طريفة جميلة جدا، تفيد يعني أن المعلم عليه أن يتدرج في تعليمه للطلاب، ولا يثقل عليهم، ولا ينفرهم عن تعلم القرآن وطلب الإجازة في القرآن، بل يخاطبهم بما يعقلون ثم يطورهم رويدا رويدا ولا يستعجل عليهم. اسمعوا لهذه القصة الجميلة. السلام عليكم، هل سمعتم برجل أجيز في البسملة فقط؟ تابعونا. قدم أحد الشعراء إلى شيخ مقرئ ليحصل على إجازة في القرآن الكريم، فلما ألفاها صعبة وشاقة عليه انشد قائلا: أردت أن أقرأ آية الله دون هلهلة، مجودا أقرأها محفوظة مرتلة. فقلت: يا أستاذ علمني، فلي فيها وله. قال: تعوذ. قلت: قال: فهمذ أوله. قلت: أعو. قال: أظهر العين وخلي العلعلة. قلت: أعوذ. قال: ما للذال تبدو ذابلة. قلت: أعوذ بالله من الشيطان. قال: مشكلة. أين حقوق الطاء والطاء على ما أثقله؟ سكنت نونا شددت، شددت ميم المهملة، وصلت وقفا لازما، تركت في الوصل الصلة، فخمت راء رققت، رققت راء مثقلة، ما عدت أدري ما الذي أقرأه من البلة، فكل حرف خطأ وكل وصف معضلة، قد كدت أبغي مصحفا يجوزنيه هرولة، لكنني وبعد أن لقيت هذه الزلزلة، سأحمد الله إذا أجازني في البسملة. السلام عليكم.